طيب أوكي، في السلايد الأخيرة توقفنا عن مفهوم الإنتروبي، تمام؟ وهذا مدخل كتير مهم لللانجويج مودلز. الإنتروبي من ضمن الأساسيات تبعت الاستاتستيك، شفناها. صحيح. طيب، إيش هو تعريف اللانجويج مودل؟ اللانجويج موديل هو عبارة عن موديل الوظيفة الأساسية تبعته إنه يقول لي how likely is a string of English words good English، قديش إنه هذا النص فصيح. عشان هيك اللانجويج موديل يفترض إنه أنا لما أبنيه ببنيه من high quality data، عشان اقدر لما افحص نص معين انه اقدر اعرف انه النص هذا ركيك، تمام، ولا فصيح good English. ناخذ مثال انه ال probability لل language model انه the house is small يفترض تكون اكبر من small the house the small the is house. هذه التركيب اللغوية ركيكة مش منطقية، تمام، مش حتى انه small the house is، زي كأنه ممكن تيجي في جملة انه you can't imagine how the how small the house is، انت مش قادر تتخيل قديش انه البيت صغير. هذا التركيب صحيح، لكن انه small the is house هذا bad English وهذا good English. هنا ال disorder او مقدار التشويش منخفض جدا وهذا مقدار التشويش عالي، معنى ذلك انه انا بقدر اعرف انه انت يعني مش native speaker، بتحكي انجليزي مكسر قاعد، تمام، تستخدم جملة وبتستخدم معاها يعني مفرد بتستخدمه مع الجمع، تمام، وبتحط الأس تبع المضارع البسيط مع الجمع. مثال تاني لجملتين برضو واردات إنه I'm going home وهنا I'm going house. أنا بدي أروح على البيت، تمام؟ في فرق بين الهوم والهاوس؟ إيش يعني ملكية أكثر؟ ما في اختلاف في الشكل، شكل البيت وشكل الهاوس؟ أنا بحكي في شكل البيت نفسه، ملهاش علاقة. أنا ممكن يكون في عندي هاوس، تمام، وإذا أنا بدي أقول أنا بدي أروح على الهاوس I'm going to the house، لكن إذا أنا بدي أروح I'm going home، المكان اللي أنا بعيش فيه. بالضبط. فاثنين يعني تركيبة يعني تبعتهم انه هنا اللي بنقص في الموضوع انه تو، فبالتالي هذه لا، في اشي في خلل، انت مش ناتيف سبيكر، مش بالسوق اللي فوق. يعني فهمت المعنى اكيد صحيح، يعني انه لو اجاني واحد اجنبي وبقول لي انه I'm going house يعني عارف انه بستنتج انه هو حيروح، تمام، بس على طول بعرف انه لا انت مش نيتيف سبيكر، تمام، انت بتواحد بتحكي عربي مكسر. يعني نفس الكلام انه هذه انه البروبابيليتي تبعتها اعلى من هذه وهذا مقدار التشويش اقل من هذه. نرجع للانجرام لانجويج مودلز.
فبالتالي أنا إيش إنه given إنه أنا عندي string of words سلسلة من الكلمات W1 2 3 لغاية WN. The question إنه what is B of W؟ وال W هنا مش كلمة واحدة string of words sequence معين W1 2 3 4. في حالة إنه كانت الداتا أنا عندي sparse هذا راح يؤدي انه ايش معنات الداتا سبارس؟ البيانات انا عندي مبعثره، بمعنى انه انا بنيت لانجويج موديل من مصادر مختلفه، اخذت شات كوربوس بنيت منها لانجويج موديل مع شويه ويكيبيديا مع شويه اخبار، تمام؟ فبالتالي ما فيش انماط معينه للبيانات تبعتي، او انه غير لما أبنيها من high quality corpus. فبالتالي إنه هذا بيؤدي إنه لما تكون في عندي sparse data إنه many good English sentences will not have been seen before. هيؤدي إنه هيعتبر إنه جمل كتيرة إنه هي أصلاً مكتوبة بشكل جيد إنه لا the probability تبعتها أو التشويش تبعها مش probability. التشويش تبعها اللي هي الانتروبي تبعها مش تمام. نيجي للماركوف تشين. ماركوف مين هو ماركوف؟ اسم عالم، عالم ايش؟ رياضيات. ايش الجنسية تبعته؟ ماركوف روسي، تمام. اي حاجة بتنتهي بوف يعني سلافيك، يعني روسي اوكراني، تمام. ايش الاسامبشن تبعه؟ هدول العلماء ايش بيجوا بيعملوا؟ بقول انه احنا بدنا نعمل اسامبشن خارج المنطق تماما. ايش بيحكي؟ انه only previous matter، يعني only previous history matters، فقط ال previous history هو اللي له تأثير. هل هذا الكلام منطقي؟ هل هذا الكلام rational؟ مش rational، لكن جربناه بشكل تجريبي وشاب معنا نتائج. كيف؟ فاعتمدنا، جاب لي انه ماشين ترانسليشن. فبالتالي انه نيجي ل لينغويست واقول له انا بدي اعتبر انه فقط الكلمات ما يعني الهيستوري هي اللي بتعتمد، انه الكلمات اللي بعد ما لهاش علاقه. بقول لي كيف ما لهاش علاقه؟ بقول له assumption يا سيد assumption. بقول لي لا ما بزبطش. فعشان هيك الاسامبشن هذا انه ممكن يكون خارج، زي الاسامبشن تبع الديبندنسي، مش منطقي بالمره، ولكن انه انا افترضته عشان ابسط الحسابات وجاب لي نتائج كويسه. هذا الاسامبشن الاول. ايش الاسامبشن الثاني؟ انه ليميتد ميموري، مش كل الهيستوري، فقط اللاست كي ووردز. انا عندي ذاكره محدوده، ما ينفعش انا اخذ كل الهيستوري، باخذ فقط اللاست كي وورد included in the history. فبالتالي ال kth order Markov model له order حسب ال k. يعني على سبيل المثال انه ال 2 grams language model، language model خلي بالكم انه ال probability انه b w 1 2 3 4 لغاية ال n يساوي تقريبا b 1، هذه اول كلمة، ضرب بي 2 جيفن 1، ضرب 3 جيفن 2. ليش؟ لانه الكي تبعي الهيستوري تبعي لو كان 3 بده يكون انا عندي مختلف بالضبط، تمام. فبالتالي مدام بايجرامز انه اول واحد ما في شيء قبليها ولا شيء، بي دبليو 1، الثانيه جيفن ذات اللي قبليها الاولى، ثالثه
given الثانية وهكذا لغاية لما آخر كلمة أصلها BWN given that BWN minus 1. تمام؟ كيف نعمل استيميت لهذه الكونديشنال بروبابيليتي؟ خدنا القانون انه الكاونت ل W1 W2 مع بعض على الكاونت W1 لحال. تمام؟ من الماكسيموم لايكليهود استيميشن. هذا بيلزم انه انا احسب الكاونت على لارج تكست كوربوس. ما ينفعش انه هذا احسبه على سمول كوربوس، لازم الكوربوس هذه تكون ريبريزنتيتيف لللانجوج. مش هذا لانجوج موديل، لازم يكون ريبريزنتيتيف لللانجوج. تمام؟ فعادة هذه الكوربوس من وين بجمعها؟ من الويب. سواء كانت من ويكيبيديا او اخبار، فبالتالي ممكن يعني اجمع انه تريليونز اوف انجلش وورد من الويب. ناخذ مثال. مثال لايش؟ ل 3 جرامز. ثلاث كلمات. اعطاني اول كلمتين وبدي احسب البروبابيليتي تبعت الثالثة. انه ذا جرين برضه هذا الكلام من وين؟ من اليوروبال. ذا جرين ايش؟ بيبر هي الموست بروبابل الكاونت. فبالتالي انه 801 جروب اب جرين لايت جرين بارتي. اما الريد ايش يعني؟ الجرين لحال 1778 كباي جرام لحال، و ذا ريد 255 كروس، ذا ريد كروس 123، ذا ريد تيب، ذا ريد ارمي، ذا ريد كارد. تمام؟ ذا بلو بلو بوكس. ذا بلو انه اجت في نهايه الجمله. ذا بلو فلاج كوما ذا بلو انجل. فبالتالي من خلال التري جرامز هذا صار في عندي تصور انه ايش الشغلات اللي بيتم تداولها مع الوان معينه. ذا جرين ايش؟ ذا جرين بيبر، ذا جرين جروب، ذا جرين بارتي، ذا جرين جروب وجرين بارتي. هدول مجموعات يعني مرتبطه مع بعض، انه هذه مجموعات يعني بتنشط عشان حمايه البيئه والشغلات هذه. اما الريد عاده انه مرتبط بالصليب الاحمر ريد كروس او ريد تيب او ريد ارمي الجيش الاحمر. عارفين الجيش الاحمر؟ الجيش الروسي بيسموه الجيش الأحمر. تمام؟ طيب كيف أحسب البروبابيليتي؟ هلقيت هذا القانون اللي إحنا شفناه هذا، كيف بحسبه؟ هذه البروبابيليتي، هذه عبارة عن إيش؟ 801 تقسيم 1748. تمام؟ هذه الـ 0.5 كيف حسبناها؟ 123 على 255، 123 تقسيم 225. واضح؟ How good is the language model؟ احنا بنبني اللانجوج موديل، بنبني اللانجوج موديل من خلال تول معينة بتروح بتحط كل الفريكوانسيز هذه، كل البايجرام فريكوانسيز هذه في 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 باينري فايل. تمام؟ ولما باجي بدي احسب اعمل تيست على تكست معين بعمل لود وبعطي له التكست وروح بيش بيعطيني؟ بيعطيني انه قديش مقدار التشويش في هذا التكست. كيف بدنا نعمله؟ كيف بدنا نعمل انه يعني نحسب انه how good is the language model؟ بتكون انا عندي البيانات بقسمها لجزئين، الكوربوس تبعتي. لنفترض انه انا بدي ابني language model من الويكيبيديا، بقسمها لجزئين، جزء train وجزء تيست. مدام هذا النص من يعني من نفس الكوربوس من نفس الدومين، يفترض انه يكون مقدار التشويش منخفض، مقدار الانتروبي منخفض.
فبالتالي انا بعرف انه اللانجوج موديل اللي انا بنيته كويس ولا لا. تمام. من التريند بارت ايش بروح بحسب؟ بحسب البروبابيليتي تبعت البايوجرامز والتري جرامز حسب الاوردر تبع اللانجوج موديل. اذا كان بايوجرامز بروح بعمل جدول من كل البايوجرامز وقديش البروبابيليتي تبعتها بهذا الشكل. تمام؟ هذا ببني منه اللانجوج موديل. ايش يعني بناء اللانجوج موديل؟ اللي هو حساب البروبابيليتيز تبع الانجرام موديل حسب الاوردر تبع اللانجوج موديل. بنينا وخلصنا، بدي اعرف قديش مقدار الجوده تبعته. بروح بفحص، بعمل تيست على، يعني بستخدم التيست بارت لفحص الموديل. بروح بمرد له كل جمله من التيست بارت، وكل مره بروح بحسب الاتش وبروح باخذ الافرج. هيك انا بقدر اعرف انه اللانجوج موديل كويس ولا لا. اذا الاتش طلعت منخفضه معنى ذلك انه، ليش؟ لانه من نفس الكوربوس، يعني من نفس الدومين، من نفس يعني التراكيب اللغويه. الاتش المعادله تبعتها انه مرت علينا واحد على ان لوج البي تبع الدبليو من واحد لان، اللي هو السيكونس تبع الوردز هدول اللي هو دبليو 1 2 3. تمام؟ او البربلكسيتي. يعني كانت تاخذ الاثنين عشان كنا نحكي عن بايج لا. كيف؟ مش هو القانون باللوج الثاني دائما اثنين ولا الاساس اثنين ولا حسب عدد الكلمات في الجرام حسب قبل حقيقة أنا عندي summation للبي الإكس في اللوك 2 للبي إكس. ما دام أنا عندي summation معنى ذلك إنه يعني لنفترض إنه يعني الماركوف assumption، مش حكينا إنه أنا عندي sequence معين. تمام؟ فبالتالي السيكونس هذا طوله N. فالسميشن هي عبارة عن واحد على N، اللي هو هذا الترم إنه إجا من السميشن. تمام؟ لوج البي تبعت الدبليو هذا ايش بتساوي؟ اللي هو عباره عن بي لوج بي دبليو واحد ضرب لوج، بدي افرضها بي اثنين جيفن واحد، وهكذا بدي اكملهم زي هيك. فبالتالي انه هي هو نفس القانون. تمام؟ هجيت هذه الاتش، هجد في عندي مقياس تاني للانجوج موديل بسميه بيربلكسيتي، وهو عبارة عن ايش؟ اثنين للقوة اتش دبليو. تمام؟ وهذا المقياس نفس الفكرة، كل ما كان منخفض اكتر معنى ذلك انه كل ما كان اللانجوج موديل اكتر جودة. بعبارة أخرى وأكثر بساطة، إنه إحنا بنقيس الـ language model أو بنعمل تقييم للـ language model بمقياسين، الـ entropy والـ perplexity. تمام؟ والتنين يعني هي معادلتهم. الـ perplexity في المعادلة تبعتها بتعتمد على الـ H، والتنين كل ما كانوا منخفضين كل ما كان الـ language model أفضل. طيب نيجي نشوف مثال لل 3 جرامز. نيجي هنا للبريدكشن اي، هذه اي لحال. الجمله كلها انه اي وود لايك تو اي وود لايك تو كومنت ذا
رابورتور. اوكي هجيت اي اللي هي البي دبليو واحد نحسبها لحال given صحيح. هنا الود ايش قبلها؟ انه الاي تكون في بداية الجملة، اخذتها كتوكن واحد صحيح. وهذه لايك اي وود تمام، وهكذا 3 جرامز تمام. هذا البروبابيليتي تبعت اللانجويج موديل، وهذا اللوج 2 للبروبابيليتي اللي هو اللوج لهذا النمبر بالماينس، بيطلع عندي زي هيك تمام. حسبت للجمله كلها النهائي ايش بحسب له؟ بحسب له الافرج. يبقى هذه الجمله كلها في النهايه ايش البربلكس عفوا الانتروبي تبعها اللي هي I would like to commend the reporter on his work full stop تمام. هذه القيمة تبعتها انه 2.634. لانه في الجدول اللي يعني انه ايش يعني ايش الفكرة؟ هذا التوكن الاول تمام، وهنا ما قبل مش قبليه ولا شيء، وهنا وود ايش قبليها؟ بداية الجملة واي، ولايك قبليها كلمتين، تو قبليها كلمتين طيب نيجي نقارن. احنا حسبنا للتري لانجويج موديل، نيجي نقارن لا من واحد لاربعة تمام. لاحظوا انه الاي اليونيجرام تبعها هيو زي هيك تمام. والود اليونيجرام تبعها زي هيك تمام. هذا من بداية الجملة لغاية نهاية الجملة. طيب هذا يونيجرام. الآن نيجي في البايجرام. في البايجرام انه انا باجي بعمل الحسابات زي هيك، انه هذه اليونيجرام انه هي زي هيك كلها المجموع تبعهم قديش 200، هذه البربلكسيتي تمام، وهذه الاتش، هذه الافريج تبع الاتش تمام. فهذه انه 8. في البايجرام ايش طلع عندي؟ أربعة أقل. كل ما زاد الكونتكست كل ما كان اللانجوج موديل أفضل. هذه اثنين وهذه، لاحظوا هنا في البربلكسيتي إنه كان 265 صار 16 صار 6 صار 4 تمام. لما أنا أخذت الفور جرام موديل لكل كلمة من هدول الكلمات، شفنا إنه إحنا كيف بنحسبها لتري جرام موديل لحال تمام، وطلعنا الافريج، وهنا حسبنا لليونيجرام لحال، للبايجرام لحال، للتري جرام، للفور جرام، وحسبنا الافريج للاتش وافريج للبربلكسيتي. نستنتج كمان مره انه كل ما زاد الاوردر، كل ما انا اخذت السياق بعين الاعتبار بيعطيني لانجويج موديل افضل، بس هذا الكلام لحد معين يعني اب تو 7، بس هذا بيزود انه انا ال requirements تبعتي انه تكون الذاكرة انه بتكون مناسبة تمام. لكن انه انا بدي في application معينة ممكن يكون 3 grams 4 grams مناسبة جدا. اوكي خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية ان شاء الله نحكي على ال count smoothing، هنحكي ايش المشاكل تبعت ال language model وكيف بدنا نحلها.